لا تخفي مريم ارتياحها لمستوى العلاج المقدم لولدها، مستوى تقول إنه أغناها عن اللجوء إلى الخارج بعد تجربة لم تكن سهلة في إحدى الدول المجاورة، وإن كانت تتمنى الأفضل. أنا مشيت شهر سنة، قالوا تردمت علي أني مشيت، رجعت لبلدي جرعيني وشيرين عاجوا، ونحن بعد يعنون التصفية ما شاء الله ما عم بأخرين شيء. مطالب مريم لا تختلف عن آراء أغلب الموجودين أمام المستشفيات والمراكز الصحية في موريتانيا، الذين يرون أن الصحة في البلاد بحاجة للكثير. المريض ما يرى طبيب يداويه، ولا يرى مريض يعطيه عناية، ولا يجبر لا أردناصات اللي إلى ما أجبرهم يمشي جر مريضه. طالبوا بأن الدولة يا الله تعود، أهم شيء عنده هو الصحة، وأهم شيء تهتم به هو صحة المواطن. احنا نقيسوا الخارج بدوية نفس الدول عندنا، احنا هون الموريتانيين اللي جوك يعطونا نفس الدواء، يستنفع من الإنسان وينفعوا، احنا هون تم لقاش يشرب الأدوية وهذا واجعة ما ينفعوا. الحكومة من جانبها تقول إن القطاع الصحي والمستشفيات تحسنت كثيرا بعد أزمة كورونا التي ساهمت التصدي لها في تعزيز قدرة البلاد الصحية والخدمات المقدمة. يمكن أن نقول اليوم أن مستشفياتنا بالأخص فيما يخص الحالات المستعجلة وحالات والإنعاش تم تعزيزها بصفة جيدة جدا. نظام إصلاح المستشفيات بصدد التنفيذ، فيه بعض من الورشات متزامنة تم إطلاقها من السنتين الماضيتين. وترى السلطات الصحية في البلاد أن أقسام الإنعاش والحالات المستعجلة هي الأكثر استفادة من التعزيزات في الفترة الأخيرة، كما تؤكد أن المركزية للدواء نجحت في توفير 95% من احتياجات النظام الصحي المحلي. لا تتوقف الأصوات المطالبة بتحسين النظام الصحي للبلاد وسط حالة من الرضا النسبي خلفتها حسب الكثيرين آلية مواجهة وباء كورونا الذي عصف بمعظم المنظومات الصحية العالمية. طيب الغث الحرة نواكشو.